السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانين، صحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة راها في شاب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكتف متبل بالعطرية وطيب في الفران. نحتاجو المقادير، راه كيجي زوين هذا الكتف ولذيذ. نحتاجو دابا المقادير. بسم الله، عندي معلقة صغيرة ديال سكنجبير، معلقة صغيرة ديال التحميرة بابريكا، معلقة صغيرة ديال القزبر حبوب مطحون، نص معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال السمن، معلقة صغيرة ديال الكمون، وربعة الفصوص ديال الثومة، وعندي واحد معلقة صغيرة ديال الزعتر، وعندي ربع كاس ديال زيت العود، زيت البلدية. بسم الله، دابا غندوزو نرقدو هاد الكتف، غنفلحوه بعدا بحال هكا. بسم الله، نفلحوه مزيان باش تدخل ليه العطرية ويطيب، يطيب مزيان. دابا ندوزو نحكو الثومة. نديرو السمن ونديرو دابا العطرية هنايا. نديرو الزعتر، نحكوه بحال هكا باش يطحن. عاد نزيدو الزيت، ونشدو نخلطو هاد العطرية مزيان، عاد نتبلو الكتف. تولات على هاد الشكل هذا. عاد نشد هاد الكتف ونتبلو مزيان، ندخل فيه هاد العطرية مزيان. نحاول ندخل العطرية في هادوك في هاد الفتحات اللي درت باش اللحم يدخل مع العطرية. نحاول هاد العطرية كلها ندخلها باللحم.
ودابا شديت واحد اللاطه فرشت عليها بابي الومنيوم من التحت، عاد درت هذاك درت ورق الزبده من الفوق، عاد غندير الكتف هنايا. دابا غادي نشد نغطي هذا الكتف مزيان، دابا غادي نشعل عليه الفران على 180 درجة ونخليه يطيب على خاطرو، نتلاقاو بعد الشكل النهائي. عاد ندوز المرحلة الأخيرة، نسلق الروز والخضرة وداكشي وانتو معايا. وبعد ما رديت الكتف كيطيب، دابا ندوزو نصايبو الخضرة. وسمحوا لي ما تديوش على هاد الصوت على الفران، هاد الصوت هذا ديال الفران، عدو الفرفارة كتسمع بالجهد، عدو مجهدة شوية ملي كنشعلو كيعطي هاد الصوت هذا. دابا ندوزو، عندي كمية ديال الروز، غادي نشد هاد الروز نغسلو ونسلقو مع شوية ديال الملحة والماء. وعندي هاد الخضرة هادي، عندي خيزو، عندي البروكولي، عندي بطاطا، عندي هاد الخضره هادي اللوبيا وخيزو مقطعين مربعات على هاد الشكل هذا. غادي نشد هاد الخضره نديرها مع الروز. وعندي اللوبيا، كلشي هادشي هاد الخضره هادي غادي نشدها نبخرها، نرشها بواحد شويه ديال الملح ونبخرها. ملي تبخر غادي نشدها نشرملها مع شويه ديال الثومه وزيت العود والكمون، ونتلاقاو ان شاء الله بعد الشكل النهائي. وكما كتشوفوا بعد ما رديت الروز تسلق مع شويه الماء والملحه، شديته ودرت ليه هاد الخضره هذه، اللوبيا والجلبانه وخيزو والذره مايز، وزدت واحد شويه ديال المايونيز وخلطته. وشديت الخضره تاعي هي شرملتها مع الثومه والكمون وزيت العود وشويه الملح، شرملتها كامله، شرملت خيزو والبطاطا والبروكلي واللوبيا. وشديت هاد الليشو ديال الشلاضه تاع هو قطعته، درت ليه شويه المايونيز والبزار وشويه الملح. ودابا ندوزو نشوفو داك الكتف واش طاب، ونتلاقاو بعد الشكل النهائي ان شاء الله. كما كتشوفوا ها هو الكتف، يلا خرجته من الفران، خدا ليا شي ساعتين ونص ديال المكانه. دابا غادي نحلو عليه نشوف واش طاب. ها هو طاب ولا بحال الزبده، شوفوا كي جا. ونتلاقاو بعد الشكل النهائي. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، رافقت هاد الكتف مع الخضره والروز، جا غزال تبارك الله وعاطي منظر زوين. واللحم تا هو طاب، شوفوا كي جا.
ورافقت مع البطبوط ديال الدار ومع شوية العصير. وكنتمنى هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم، وديروا لايك سبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد، وتبارطاجيو القناة. وشكرا على المشاهدة، وخليتكم في امان الله وحفظه. الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.